Surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzihum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba Faduqu falan nazidakum illa adaba Innalil muttaqina mafaza Hadaika wa a'naba Wa kawa'iba atraba Wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa La yatakallamuna illa man adina lahur rahman Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba Dhalikal yawmul haqqa فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara fi shuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanduril insanu ila ta'ami anna fababnal ma'a fabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa'inaban waqadba wazaytunan wanakhla وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ tarhakuha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
al-jawaril kunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi maqin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrul lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum maa qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla
innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misq wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal mukarrabun innalladhina ajramu kanu minalladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون ف
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzaatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzaatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa Wajia yawma idhim mi jahannam Yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati Fayawma idhin la yu'adzibu azabahu ahad Wala yusiku wasaqahu ahad Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Surah Al-Balad Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu bihadzal balad Wa anta hillum bihadzal balad Wa walidin wa ma walad Laqad khalaqnal insana fi kabad Ayasabu an lan yaqdira alayhi ahad Yaqulu ahlaktu malal lubada Ayahsabu allam yarahu ahad Alam naj'al lahu aynain Walisanan wa syafatain Wahadainahu najdain Falaqtaha mal aqabah Wama adraka mal aqabah Fakku rakabah Au it'amun fi yawmin di masghabah Yatiman da maqrabah Au miskinan da matrabah Thumma kana minal ladhina amanu Watawasaw bil sabri Watawasaw bil marhamah Ulaika ashabul maimanah Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah Alayhim narum mu'sadah Surah Asy-Syam Bismillahirrahmanirrahim Wasyamsi waduhaha وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سُورَةُ الضُّحَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سُورَةُ الْإِنْشِرَاحِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب سُورَةُ التِّينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة التكاثر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.